تردي حق الله انت تشوف حالك. دخل عليا السيد للدار بجناواه اصبع عندي ما بيننا وبينه والو والو دار لي هذه الحاله انا تردي حق الله. دخل عليا للدار ضرب الصباح حتى حيدات ودخل عليا للدار قال لي واش كاين ولدك هنا بغى يقتلو بجناواه دار لي الجنوه بحال هكا قال لي قول لي فين كاين قال وليدي انا ما عارفه جاي ودخل عليا للدار. خويا حنا قاعدين في دارنا غوت من 8 الصباح هو محيه ملي خرج خويا عزيز قال لي بلاك على هذه الحاله جا قصد خويا هز علينا الجناوه هو وصاحبه قال لك شكيتو بحنا باه ما تضعفو بدا نقول لي حتى السلام هز علي الجناوه حطهم لي على عنقي تقول لي حيد والو ما تنعرفوه اصلا والله ما تنعرفوه حتى السلام ما تنقولو هادي حتى السلام ما تنقولو هادي شنو اللي كاين والله ياخذ فيه الحق ويبعد علينا الله ياخذ فيه الحق ومازال هو عارف قال لي خرج الا تسد يخرج غادي يكون مصاري على الدرب كله صافي دابا مين دابا نادو الدار تي جاي هو سحب ولدي دخل عندي انا حيت ولدي خرج قال لي شي تدير حتومه عليك وكان قال لي ما كتقول لي هذه الكلمه ما كتقولها بغا يضرب ولدي سحب ولدي انا دخل عندي هو ما دخل ولدي والو دخل بجناوه عندي انا دخل بجناوه دار لي قول لي لا ولدك فين هو قلت له انا ما شفت ولدي راه برا عندكم هذه هي هزيتي بقيتي حيدتي سيدريس ديال داك اللي دايرين في الباب حيدتيه وبقيتي تصيفط بالقراعي تصيفط بالقراعي تصيفط بزاف تصيفط بزاف شويه ولا دخل الدار داخل قال لي ولدك راه كاين في البيت قلت له ولدي راه ما كاينش هنا تصيفط دابا ما كاينش هي هذه ولا عاد خلت حالاتي.